الحمد لله الذي وهب لنا ليلة القدر هي خير من ألف شهر وأفضل أفراد الزمان، وشرع لنا الاعتكاف في بيوت الرحمن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدًا عبده ورسوله، سيد أهل البوادي والعمران، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سادات أهل الإيمان والعرفان. أما بعد، فقد حان العشر الأخير من رمضان، هو زمان الاعتكاف وزمان تحري ليلة القدر لنيل الأجر والرضوان. وقد نطق بفضلهما الحديث والقرآن، فقد قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد قال الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان ليلة القدر نزل جبرائيل في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام في المعتكف: هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. وقال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقال سعيد بن المسيب: من شهد ليلة القدر في جماعة فقد أخذ بحظه منها، وكأنه تفسير للمرفوع: من حرم خيرها فقد حرم، فالذي شهد في جماعة لم يحرم خيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. الحمد لله، أستعينه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حيان عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وسلطان ظل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون.